عقد حزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم الرئيس المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية. دعا المشاركون في المؤتمر المواطنين للمشاركة في الانتخابات في الشهر القادم وأن يكونوا مثالا للوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية. النهاردة المؤتمر هو رسالة حب، رسالة تقدير لما يقوم به فخامة السيد الرئيس من مجهودات وتضحيات في سبيل الشعب المصري. وطبعا احنا مهما نقول المجهود الذي يبذل والفكر الصاقب الذي تدار به البلاد في هذه المرحلة الحساسة محتاجة كل الدعم وكل التأييد. وبهذه المناسبة جميع أطياف الشعب السكندري وحماة حزب حماة الوطن يقدمون كل الدعم والتأييد لفخامة السيد الرئيس. في مؤتمر هيكون في اسكندرية معمول، بنلاحظ ان في كل الأطياف وكل الأحزاب وكل القوى، الشعب كله النهارده على هبة الاستعداد ان هو يقف ورا الرئيس ورا الدولة بشكل ما شفناهوش من زمان. حقيقة الشعب المصري بيبين معدنه الأصيل في حبه للرئيس وفي حبه للبلد وفي حبه للجيش وحبه لمؤسساته. احنا النهارده كلنا جايين نقول يا ريس احنا كلنا وراك. والله السادة النواب والأحزاب بشكل عام بتشتغل دلوقتي على توعية المواطنين ان هم لازم يشاركوا في العملية الانتخابية، ينزلوا يقولوا رأيهم. احنا طبعا بشكل رسمي حزب مستقبل الوطن بيدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلناها في أكتر من حوار وأكتر من مؤتمر بشكل رسمي. ان شاء الله دور الشعب المصري العظيم هيبان الايام اللي جايه. النواب شغالين كلهم على قلب رجل واحد باختلاف انتماءاتهم.